إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. نحييكم، نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من هنا، من على أرضية ميدان نجران، حيث التحديات والانطلاقات المسائية. هنا شوط يليه الآخر، ضمن هذه التحديات انتهت أشواط الرموز، وتنطلق الآن، ينطلق على بركة من الله سبحانه وتعالى، الشوط الخامس لفية البكار، والشوط الخامس مفتوح، حيث يحمل لنا هذه التحديات ويحمل لنا هذه الشعارات القوية الباحثة والطامحة عن المجد التليد. نتمنى لهم التوفيق والنماس. إذن على بركة من الله سبحانه وتعالى، أسير بحضراتكم أتقدم من البداية كي أجد هنا هملوله، ومن يقدم لنا هملوله ويدش لنا شعاره مع المستوى الأول. هنا سلطان بن سالم بالرباح الحربي، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الحضور المتميز. المستوى الثاني والوصول، وصلت مصيحة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، بمتابعة ماجد بن حلفان، من يتابع لنا هذا الشعار. المستوى الثالث، هنا الوصول من وقايد، ومن يقدم لنا وقايد؟ حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، من يقدم لنا شعاره على المستوى الثالث. المركز الرابع، هنا الوصول على المركز الرابع، من الواصل؟ من المتقدم؟ وصلت وحشة، ومن يقدم لنا وحش؟ هنا سعد بن محمد بن سعد آل جفران المري، يقدم لنا شعاره على المستوى الرابع. خامس المراكز، هنا الوصول، وصلت الشهامة لعاطب بن عطية القرشي، من يقدم لنا الشهامة وانطلاقة الشهامة؟ ذعنا على مسامعكم. الخمس المراكز المتقدمة كأول نداء، ومنها نتحول إلى بداية هذا الشوط. من غيرت الأمور وانطلقت بدورها نحو الانتصار ونحو الناموس؟ هنا مصيحة، ومن يقدم لنا مصيحة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الباحث عن المجد، الباحث عن النوماس الغالي، وماجد بن حلفان، من يتابع لنا هذا الشعار الأخضر، هذا الشعار المتميز دائما، شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد؟ وهنا أيضا الشرس دائما يحضر بهذه النوعيات، ولكن هنا القادمة على المستوى الثاني، وصلت هملولة، ومن يقدم لنا هملولة؟ سلطان بن سالم بالرباح الحربي، من الرابح يا بالرباح؟ هنا بالرباح في مركز الوصافة يقدم لنا هملولة، بجيناتها تنطلق هملولة على المستوى الثاني. ثالث المراكز، هنا بن بوبح يقدم لنا شعاره ويقدم لنا تحدياته على المستوى الثالث، يقدم لنا هذا الحضور المتميز، يقدم لنا وحش، ومن يقدمها؟ سعد بن محمد بن سعد آل جفران المري، يقدم لنا هذا الحضور. ولكن وين؟ 1500 متر، يا مضمرين يا عمالقة، ما تفصلنا عن الانتصار، ما تفصلنا عن السلام. الله، يا هذا الشوط، شوط يحمل التحديات، شوط يحمل الأسماء القوية، ويحمل لنا هذه الأسماء. 1200، تنويه هام لجميع المضمرين، 1200، ما تفصلنا عن السلام. يا ماجد يا بن حلفان، دير لي بالك، الإجماع وصلوا من المناطق الخلفية، ولكن مصيحة تنطلق بهذا الحضور بشعار سمو سيدي صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا هذا الحضور ويقدم لنا هذا الأداء المتميز. وصلت مغيضة وعامر بن راشد بن سعد البريص المري، قادم على المستوى الثاني ليقدم لنا مغيضة ويقدم لنا شعار صاحب الشوط الأول الرئيسي، قادم بالراية العالمي، من يتابع لنا هذه البطلة؟ ولكن العودة مع مصيحة بالأداء المتميز، بالأداء الرائع يا بن حلف،
التلفون عصاها راقدة لا والله هل لو تحركت بسم الله ما شاء الله طارت مستديرة بالأداء الرائع وادعتهم قالت لهم باي باي لجميع المطاردين لجميع الملاحقين سلام يا بن حلفان من يقدم لنا هذا الحضور المتميز ويقدم لنا شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بمتابعة شرس المضمرين ماجد بن حلفان ما حد والله منك سالم ما حد منك سالم يا ماجد روح يا ماجد وأيضا السلام لك يا ابن قرنيس لك يا أبو راجع على هذا التميز تميز شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أسعد الله مساك يا سمو سيدي يا سمو سيدي أسعد الله مساك هذه لحظة وصول محمد هنا مصيحة لخط النهاية لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود والسلام لك يا ماجد يا بن حلفان مشكور يا بن حلفان مشكور من قدم البطلة والسلام أيضا لك يا بن قرنيس يا أبو راجع المستوى الثاني كان هنا الوصول من مغيظه عامر بن راشد بن سعيد البريص المري من قدم لنا هذا الحضور وقدم لنا هذا التميز إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام تابعنا وإياكم لحظة وصول مصيحة إلى خط النهاية منتزعة الانتصار والنوماس ومن قدم لنا هذه البطلة ماجد بن حلفان مشكور يا بن حلفان مشكور من قدم لنا هذا الأداء المتميز وقدم لنا مصيحة كانت بطلة لهذا الشوط والسلام لك يا بن قرنيس يا أبو راجع على هذا التميز تميز شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود لحظة وصول مصيحة قاطعة مسافة 4 كيلو هنا 6 دقائق و3 ثواني و56 جزء من الثانية المستوى الثاني كانت مغيظة وعامة بن راشد البريص المري 6 دقائق 9 ثواني 83 جزء من الثانية المستوى الثاني الثالث المراكز كان هنا شعار أرحيل بن سمح العنزي 6 دقائق 14 ثانية 21 جزء من الثانية ورخابع المراكز كان الوصول مصممة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وخامس المراكز كان وحش سعد بن محمد بن سعد آل جفران المري إذن مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا وإياكم تميز هنا مصيحة ومن قدمها لنا شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وأيضا من قدمها لنا ماجد بن حلفان المري هكذا تتابعون لحظة وصول البطلة هنا في الشاشة ملخص هذا الشوط وكانت مصيحة بطلة لهذا الشوط إذن مشاهدينا متابعينا الكرام ما زلنا وإياكم متواصلين ضمن هذه التحديات والانطلاقات المسائية الشوط القادم بصوت الزميل عون الهاجري ولكم حسن الاستماع.